بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. يا من عوضت اللطف أعد عاداتك باللطف البهج. اللهم يا رب العالمين، كما بلغتنا رمضان فأتمه علينا بالخير والعفو والعافية والعتق من النيران، وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وعلى ذكرك وشكرك ما حيينا. يا رب العالمين، أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدنا وفي الشام وفي اليمن وفي ليبيا وفي سائر بلاد المسلمين. يا رب العالمين، خلصنا من ثلاثية الكفر، الشيطان والدجال واليهود ومعهم أمريكا. يا رب خلصنا من مكرهم، فإنا نجعلك في نحورهم. اللهم من مكر بأمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم فانكر به، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين ببركة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا عن والدينا وعن أهلينا وذريتنا وأقربائنا وجيراننا ومشايخنا وعلمائنا وأحبابنا وسائر المسلمين وذرياتهم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، السنة الثامنة في كتاب بهجة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ الحجة الورع سيدي أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المصري مقاما ومقاما، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وزواره في الدارين آمين. الحديث 61 من الكتاب، حديث إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ يعني تقوم الليل كله وتصوم النهار يوميا، يعني كأنه يواصل الصيام يوميا وأنه يقوم الليل كله. بلغ النبي من عنه هذا الخبر: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إن فعلت ذلك هجمت عليك ونفهت، أو نفهت بفتح الفاء وكسرها لغتان، والرواية بالفتح، ونفهت نفسك، فإنك إن فعلت ذلك هجمت عينك، يعني ضعف بصرها من شدة السهر. الإنسان لما يسهر وينام قليل تلاقي عينه تزغلل، يبقى نظره يضعف من شدة قلة النوم. فإنك إن فعلت ذلك هجمت عينك، يعني ضعف بصرها، ونفهت نفسك، يعني كلت وتعبت. وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. يعني التوسط في العبادة هو المطلوب، المبالغة غير مطلوب فيه في أي شيء، التوسط في كل شيء هو المطلوب، لأنه هذا التوسط يعينك على الاستمرار والمداومة، أما المبالغة على أي جانب فلا تستطيع أن تستمر. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب التهجد.
يقول ظاهر الحديث يدل على منع دوام الصيام والقيام لأجل علة عجز البشر عن ذلك، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول منها أن الحكم لا يكون إلا على أكمل وجوه التحقيق والتثبت أو التثبيت. يؤخذ ذلك من أن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر أن هذا الشخص وهو عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو بن العاص، قال إنه يقوم الليل ويصوم النهار، لم يخبر الشخص بما عليه إلا بعدما استفهمه عما قيل له، وإن كان سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن الذي أخبره صادق، لأن الصحابة كلهم رضي الله عنهم مقامهم مقام الصدق والدين. لكن لما بقي وجه من تحقيق الأمر وهو سؤال الشخص نفسه، وهو سؤال الشخص نفسه، لم يتركه عليه السلام حتى سأله وتيقن ذلك منه مشافهة. يعني هو عايز يقول لك إن الحكم إذا تمكن الإنسان أن يتحقق ويتثبت تماما فعليه أن يتثبت إلى نهاية التحقيق. فالنبي بلغه أن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل ويصوم النهار، وبلغه ذلك عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول وصادقين. لكن لما قابل سيدنا عبد الله بن عمرو أراد أن يتثبت منه شخصيا، لربما تكون هناك يعني إشاعة عنه، أو أن هناك يعني يقوم الليل ويصوم النهار بشرط مثلا معين، أو أنه ينوي ذلك لو حدث شيء معين، ربما وربما وربما يحتمل. فأراد النبي أن يتثبت ويتحقق تمام التحقيق، لأنه يستطيع ذلك بمشافهته وبمقابلته. دي الخلاصة اللي هو عايز يقولها الشيخ في هذه المسألة. وفي سؤاله عليه السلام للشخص نفسه من الفقه وجوه، منها ما ذكرنا اللي هو أن الحكم لا يكون إلا على أكمل وجوه التحقيق والتثبيت، منها ما ذكرنا من التحقيق، ولتقاعد قاعدة شرعية في ذلك. ويبقى القاعدة الشرعية أنك إذا تمكنت من تمام التثبيت والتحقيق فلا تحكم إلا بأن تتحقق وتتثبت، ولأجل أن يعلم أيضا هل كان ذلك الوقت له نية ما نواها ولم يتلفظ بها حتى تنقل عنه أو ليس، ولأجل أنه قد يكون أيضا معلقا بشرط. يعني هل اللي كان ناوي يعمله ده كانت نية لكن لسه ما حققهاش، نية نواها؟ قال الواحد صاحبي أنا عزمت على أن أقوم الليل وأصوم النهار، بس ربما كانت الحكاية مجرد نية عزم لم تتحقق بعد، واضح؟ فالنبي أراد أن يسأله هل هي مجرد عزم ونية لم تتحقق أم صارت عادة، ولأجل أنه قد يكون أيضا معلقا بشرط ما، وذلك الشرط قد لا يعرفه القائل. يعني كأنه يقول مثلا في اليوم الذي أكون مقيما أصومه، والليل الذي أكون قد استرحت في النهار أقومه، ربما كان معلق بشرط فلم يظهره، وذلك الشرط قد لا يعرفه القائل أو يعرفه وقاله بغير عزيمة على فعله حتى يرى على ما يعول عليه إلى غير ذلك من الاحتمالات. فمن أجل هذا المعنى، لأن في احتمالات كثيرة، كان السؤال أن يسأله شخصيا والله أعلم. ولذلك قال العلماء إن السنة على أنواع عديدة، فمنها سنة يجب العمل بها مع عدم تحققها، وهو الحكم بشهادة الشاهدين. تعرف القاضي بيحكم بشهادة شاهدين عن ليل، مش كده برضو؟ لأن الغلط في حقهما ممكن، والصدق كذلك ممكن، بالرغم أنهم عدول، إلا أن في احتمال ولو ضئيل أن يغلط، وفي احتمال ولو يعني في الغالب أن هم ما يغلطوش. يعني ما تقدرش تقول أن الحكم اللي مبني على شهادة شاهدين عدلين أنه مطابق للواقع 100%، الاحتمال أنه قد يخطئ، واضح؟
إلا أنه قد أمرنا بإنفاذ الحكم بهما إذا تيقنت عدالتهما. فعلى هذا فمن أنفذ حكما من الأحكام دون ثبوت الموجب له بالثبات التام بمقتضى الشرع فهو ضلال محض. عندك مكتوب إيه؟ فهو ضلال إيه؟ أصل أنا كانت ممسوحة عندي، أنا تصورتها كده فطلعت كده، كانت ممسوحة، فالحمد لله الذي أنا فهو ضلال محض. أصل أنا النسخة اللي أنا جايبها دي جايبها قديمة من زمان، وبعدين عاملة زي التوراة المحرفة مليانة أخطاء وحاجات ممسوحة، لكن لأني جايبها وبيني وبينها عشرة مش عايز أغيرها. فهو ضلال محض. يبقى لو كان القاضي هيحكم في أمر ما ويستطيع أن يتثبت قبل الحكم ثم يحكم بمجرد القرائن دون التثبت يبقى ده ضلال محض. واضح؟ وإن وافق في الغيب عين الحق، ولو كان هذا كمان وافق الصواب، ليه؟ لأنه تجرأ وكان يمكن أن يتثبت. حتى ولو وافق الصواب، ليه؟ لأنه في نوع تجرؤ، فقد يوافق الصواب في هذه الحالة ولا يوافقه في حالات أخرى فلا تكون عادة. وإن وافق في الغيب عين الحق، لأنه ما أمرنا أن نحكم بالغيب إلا في الإيمان به عز وجل حيث أمرنا به. إحنا أمرنا أن نؤمن بالغيب، نؤمن بالله بالغيب، إنما غير كده الأمور المتعلقة بالمعاملات والعلاقات بيننا وبين بعض مبناها التثبت المحض. فإن عجزنا عن التثبت المحض فيكفينا شهادة شاهدين عدلين مع احتمال أن يكون قد أخطأ، ويكفينا هذا إذا فقدنا القدرة على التثبت المحض. دي خلاصة الوجه الأول اللي عايز يقوله، تعليلا لأن النبي سمع عنه هذا الخبر وبالرغم من ذلك سأله عنه، وهو يعلم أنه لا يأتيه خبر إلا عن صدوق يعني عدول الصحابة كده، لكن بالرغم من ذلك لأنه تمكن من أن يتثبت أكثر فأخذ بهذا السبب. الوجه الثاني فيه دليل على جواز التحدث بما يعزم المرء عليه من أفعال البر، يؤخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر، فلولا أن الشخص تكلم بذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به. طبعا وزيادة عندنا بقى وذلك لمن لم يخاف الرياء أو العجب وإلا فلا. واضح؟ يعني الإنسان ممكن أن يخبر عما عزمه أو يفعله في السر والناس لا يطلعون عليه، يخبر ذلك، يجوز له ذلك في حد إذا كان يأمن العجب أو يأمن الرياء. فإن لم يأمن الرياء والعجب لا يجوز له أن يخبر. واضح؟ فالصحابة كانوا مبرئين من الرياء والعجب بسبب صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فصحبة النبي لهم كانت تعدلهم. النبي مجرد أن ينظر إليهم وينظرون للنبي خلاص يزول من قلبهم أي أمر متعلق بأمور الدنيا وحب الظهور وهذه المسائل كلها تغيب بمجرد نظرة النبي لهم صلى الله عليه وسلم ونظرتهم للنبي. إنما الأجيال اللي تأتي من بعدهم قد لا يأمنوا على أنفسهم ذلك، فيفضل ألا يخبروا بما غاب عن أعمال البر التي يفعلونه في السر. وعشان كده كانوا يقولوا ايه؟ كان في راجل احمق دخل يصلي، فبيصلي بخشوع شديد، فالناس اعجبوا بصلاته، فبعد ما سلم لهم وصايم كمان. فده احمق بقى، ده احمق. فانت المفروض الحاجه اللي في السر اللي بينك وبين ربك لا داعي انك انت تخبر بها. الصحابه لما بيخبروا لان ده جيل ربنا جعلهم ائمه وبرئوا من الحب الظهور بسبب صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث فيه دليل على أن كل من كان مسترعى رعية صغرى أو كبرى، يعني كل إمام يرعى رعية سواء كان رب أسرة في أسرته أو مدير في مصلحته أو صاحب عمل في عمله أو إمام في رعيته، سواء كانت هذه الرعية رعية يعني محدودة أو رعية كبرى، أنه يسأل عن جزئيات رعيته، لازم يتحرى إيه جزئيات رعيته، تفاصيل حياتهم يطمئن إن هم مستريحين أو شيء من هذا، وأنه يجب على من علم منها شيئا الإخبار له بها،
يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر، دليل على أن النبي كان يحب أن الناس تخبره عن أحوال أمته ورعيته. فلولا أنه عليه السلام سأل وكان عندهم مقررا أنهم يخبرونه بما يعرفون من أحوالهم وأحوال إخوانهم ليعلموا حكم الله في ذلك، ما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن هيبتهم له عليه السلام كانت كثيرة. أنت مكتوب عندك إيه؟ له؟ ولا لهم؟ له. هي واحدة من الاثنين، تقول هيبتهم لهم له أو هيبته لهم. هي هيبتهم له أحسن. هيبتهم للنبي. مش كده برضه؟ فهكذا هيبتهم له صلى الله عليه وسلم. كانت كثيرة حتى أنهم من شدة هيبتهم يعني للنبي كانوا يخافوا يسألوا. كانوا يودون أن يأتي بدوي فيسأله صلى الله عليه وسلم فيسمعون منه ما يقول له فيستفيدون. كان يحب واحد بدوي جاي من الأعراب ما يعرفش النهي عن سؤال النبي، ويكون عنده نوع تبرع بسبب عدم إشارته للنبي، ويكون عاقل فيسأل النبي والنبي يجاوبه وهم يسمعه. لكن هم يخافوا يسألوا النبي من شدة هيبته صلى الله عليه وسلم وخشيتهم أن تكثر الأحكام بسبب سؤاله. الوجه الرابع فيه دليل على فصاحة الصحابة رضي الله عنهم وقلة تصنعهم وقصدهم الحقيقة في الأشياء بلا زيادة. يؤخذ ذلك من حسن جوابه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يزد على أن قال: إني أفعل ذلك. ما قالش بقى للنبي: هو مين قال لك؟ يا حاجة غريبة، هو الناس دي ما بتتبلش في بقافله، هيعمل أحوار بقى. ما عندهمش بقى اللكاكة دي. ده هو لما جاله النبي سأله قال له أفعل ذلك، خلاص انتهى. لكن احنا بقى كنا هنقعد: طب ومين اللي قال لك؟ يا أخي ده الناس دي حبيبة أوي، ويقعد بقى إيه يتكلم ويمصمص في شفايفه ويعمل مش عارف إيه، ويعمل أحوار، وننسى المسألة وهي قضية إيه حكم النبي على هذا الفعل. فالصحابة ما كانش عندهم هذا، عشان كده كانوا عندهم قصد وعندهم عقل وعندهم حكمة، وكانوا أهل لأن هم يتعاملوا مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم المكرم، فلا يضيع وقته فيما لا طائل. فقال له: إني أفعل ذلك. فلم يزل على الإخبار عن حقيقة الذي سئل عنه بلا تصنع في ذلك. الوجه الخامس فيه دليل على تعليل الحكم لمن فيه أهلية. يؤخذ ذلك من تعليل سيدنا صلى الله عليه وسلم له بهجوم العين ونفاهة النفس التي طبعت عليه البشرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قبل ما يحكم، يقول له إن قم ونم وصم وأفطر، بيعلل الحكم الأول. قال له: لو فعلت كده ودومت الصيام ودومت القيام هيحصل لك كذا وكذا وكذا، وحتنقطع عن العبادة بسبب ضعف البشرية. يبقى النبي علل حتى يقتنع الإنسان بالحكم بعد ذلك. ففيه دليل على تعليل الحكم لمن فيه أهلية. يؤخذ ذلك يعني أهلية معرفة إيه؟ علل الأحكام. اللي عنده أهلية علة الأحكام يقولها للناس حتى، وعشان كده بيقول إيه في البردة: لم يمتحن بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي يقول حكم يعلله، ونعرف إيه فائدة هذا الحكم، نقوم نحرص عليه ونعرف حدود الحكم. الوجه الثالث فيه دليل على أن الأولى في العبادة تقديم الفرائض. خد بالك أنه هيصوم كل يوم دي نوافل، هيقوم الليل كل يوم دي نفل. فقال له أن النوافل اللي هتعملها دي قد تضيع عليك فرائض، وهي إيه؟ وهي أنك أنت تقوم بما يصلح شأنك وبما يصلح أهلك، وقيامك بما يصلح شأنك وبما يصلح أهلك ده فرض عليه، فلا تنشغل بالفرض عن الفرض بإيه؟ بالمستحبات. فلازم تقدم ما قدم الله وتؤخر ما أخر الله، اللي اسمها إيه؟ عبادة الأولويات. فما فيش تشغل نفسك زي في بعض الناس كده الجهل، يسهر طول الليل يصلي تطوع لحد ما يبقى الفجر فاضل له ساعة يتعب يروح نايم يصحى يصلي الفجر قبل الظهر. في ناس بتعمل كده، مع ان اللي ينام بعد العشاء وما صلاش طول الليل وقام صلى الفجر اداء احسن منه. شوف احسن منه عند الله. فعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ بيقول له
قدم الفرض على النفل، فلا تجعل النفل يقضى على أداء الفرض، ولا تهجر النفل بالكلية كمان، يعني خد حظك من النفل برضه، قم ونم وصم وأفطر، لكن لا تبالغ في القيام فتضيع الفرائض، ولا تبالغ في الصيام فيضعف نفسك، فلا تستطيع انك انت تقوم بحق نفسك اللي هي حق البشريه من الراحه والطعام والشراب وغير ذلك. فيه دليل على ان الاولى في العباده تقديم الفرائض، يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: ان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا. وهنا بحث، ما حق النفس وما حق الاهل؟ وما يعني هنا بالاهل؟ اما الحق الذي للنفس فقد اختلف فيه أهل الفقه وأهل المعاملات. أهل الفقه هم الفقهاء، وأهل المعاملات هم أهل التصوف. فهمت بقى؟ أما يقول لك كده الشيخ أبي جمرة، أما يقول لك أهل الفقه وأهل المعاملات، أهل الفقه الفقهاء. طب وأهل المعاملات اللي هم أهل التصوف اللي بيعاملوا الله ليل نهار. فأهل الفقه يقولون حق النفس هو أن تعطيها حظها مما تحتاج إليه من ضرورة البشرية. ضرورة البشرية إنها تنام شوية، إنها ما تجوع تاكل، وما تعطش تشرب، ولما تبرد تلبسها وتدفيها. كده من الاحتياجات الضرورية بتاع البشرية العادية. تديها حقها. وهو أن تعطيها حظها مما تحتاج إليه من ضرورة البشرية وتروحها كمان، وكمان تروح عنها شوية. يعني تروح عنها يعني إيه؟ يعني برضه تفرفش شوية، يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك. فهمت؟ بس ساعة قلبك دي لازم تبقى مباحة. يعني لازم ترويح مباح، ما يبقاش ترويح حرام. مش تروح الكازينو وتتفرج على الأثر وتقول أنا بروح، ما ينفعش. فهمت إزاي؟ لازم ترويح يكون مباح. فهم؟ وترويحها زمانا ما. كما قال صلى الله عليه وسلم: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة. وكما قال عليه السلام: وإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو المبالغ في إيه؟ واخد كل حاجة بجد كده على طول. فده كأنه زي المنبت هو المبالغ في معاملة دابته في السفر، فلا يريحها ولا يطعمها عشان يقطع السفر بسرعة. يوم في الآخر ده هيهلك نفسه ويهلك دابته. فلا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. لكن لما يبقى ماشي شويه ويستريح شويه وياكل الدبه شويه وينيمها شويه، يقضي المشوار بتاعه ويوصل لمصلحته، وفي نفس الوقت يحفظ دبته وايه ويقطع ايه مسافته. وان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. وهذا الحظ عند هؤلاء الساده الذين قالوا به، الساده اللي هم الفقهاء، بشرطان. بشرط أن يكون على مقتضى السنة. يبقى الترويح لازم يكون على مقتضى إيه؟ السنة. يعني نسمع شوية مديح زي اللي سمعناهم دلوقتي، بدل ما تروح تسمع واحدة قاعدة تتقصع وتغني، طب اسمع مديح النبي، لأن النفس برضه بتحب تروح، تروح عن نفسك، فروح عن نفسك بحاجة مباحة. فهمت بقى إزاي؟ تسمع المدائح، تسمع بعض التواشيح، بعض الأشعار. وعشان كده الصوفية اهتموا بجانب السماع. الصوفية بالذات يحبوا جانب اسمه جانب السماع عنده، من ضمن ايه؟ ترويح النفس. لأن الصوفي منهمك في العبادات ليل نهار، فبيحتاج ان كل فترة يروق عن نفسه بالسماع كويس، فيسمع بعض الأشعار، يسمع بعض المدائح، يسمع بعض الأغاني. كل الحاجات دي جائزة، بس بشرط أن تكون بطريقة مباحة. طب وأهل المعاملات بقى اللي هم أهل التصوف يقولون: حق النفس الذي لها عليك أن تقطعها عما سوى مولاه. دي حاجة مستواها أعلى. يقول لك حق النفس إنك أنت تفطمها عما سوى مولاها سبحانه وتعالى، اللي هو حل بيني وبين غيرك حتى لو شهد في الكون لا تحسنك بك. اللي هو إيه؟ حل بيني وبين إحنا بنقولها في أوربنا. واللي هو سيدنا إبراهيم الدسوقي يقول في الصلاة الدسوقية إيه؟ خذني إليك مني وارزقني الفناء عني. ادي المعنى. يبقى اهل المعاملات عندهم معنى اخر في الترويح، ان هو يروح عن نفسه، انه يغيب عن نفسه، يوم يستريح منها شويه فيغيب عن نفسه في مولاه. فهمت بقى ازاي؟ بدل ما يغيب عن نفسه بانه يسمع غيره، ده عند اهل الفقه،
لا ده هو يريد أن يغيب عن نفسه فيستريح منه. يغيب عن نفسه فين؟ في خدمة مولاه اللي هي إيه؟ وحل بيني وبين غيرك حتى لا أشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك، اللي يأخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي. كلام سيدي إيه؟ إبراهيم الدسوقي في الصلاة الدسوقية دي. أهل المعاملات كقوله عليه السلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فالظالم لما ترده عن ظلمه؟ لتقطعه عما سوى الله. الظالم ليه ترد الظالم عن ظلمه؟ علشان الظلم يقطعه عما سوى الله. فهمت ازاي؟ فانت بترده عن ظلمه لان الظلم ده يقطعه عن الله. ويمكن الجمع بين القولين، القولين اللي هو قول اهل الفقه وقول اهل المعاملات، بان نقول ان تقطعها عما سوى مولاها في التعلقات القلبيه، ان تقطعها عما سوى مولاها في التعلقات القلبيه. يبقى اهل المعاملات اللي هم اهل التصوف بيتكلموا على القلب، يعني قلبك لا تفطمه عما سوى الله. طب والاسباب بقى اللي هي الجوارح؟ يبقى الفقهاء بيتكلموا على الاسباب والجوارح، واهل المعاملات بيتكلموا على القلب. فهمت؟ عشان يجمع بين القولين. ويمكن الجمع بين القولين بأن نقول أن تقطع، إن تقطع عما سوى مولاه في التعلقات القلبية، أن تقطعها عما سوى مولاه، تقطع نفسك يعني عما سوى مولاها في التعلقات القلبية، فلا تعتمد إلا عليه ولا ترى إلا هو ولا تقبل إلا عليه ولا تعتمد إلا عليه ولا تثق إلا فيه. أي معنى تقطعها عما بالقلب، كل دي عبادات قلبية. طب والأسباب غير الأسباب الشرعية، وتقطع عن الأسباب غير الشرعية. الأسباب اللي هي إيه؟ اللي هي الأسباب الغير الشرعية، اللي هي الأمور الغير مباحة، اللي هي الوسائل، اللي هي بمعنى الوسائل. خد بالك إن في مذهبين، مذهب فلسفي يقول لك إن الغاية تبرر الوسيلة. المذهب الفلسفي المعروف الميكافيلي يقول لك أتحالف مع الشيطان من أجل مصلحة بلدي. كانوا يقولوا كده بعض الزعماء، او دي هذا الاسلوب لا يقبله المسلم، الفقه الاسلامي ما يقبلوش. ليه؟ لان لابد ان تكون الوسائل مباحه والغايات شريفه، فلا يصح غايه شريفه بوسيله حرام، لان الله طيب لا يقبل الا طيب. فهمت؟ يبقى المذهب الكفالي ده ما ينفعش عند المسلمين. لماذا؟ لان الله طيب لا يقبل الا طيب، فلابد ان تكون الوسيله والأسباب مباحة يعني طيبة يعني غير محرمة، وأن تكون الغايات والمقاصد أيضا شريفة. فهمت بقى؟ ده الفرق يعني. وعلى شكرا بيقول لك والأسباب غير الأسباب الشرعية، يعني تقطع عن الأسباب غير الأسباب الشرعية، يعني الأسباب المحرمة. وإحنا عندنا حاجات كتيرة عملوها في الفولكلور المصري بينصر مذهب الغاية تبرر الوسيلة، زي علي بابا والأربعين حرام. احنا اتربينا واحنا اطفال صغيرين نسمعها كتير، علي بابا والأربعين حرام. يجيب لك علي بابا ده حاله عدم، وبعدين شاف الجماعة الحرامية بيقولوا افتح يا سمسم، سمسم فتح، دخل المغارة، لقى أموال منهوبة ومسروقة، فأخذ منها بقناعة. فبقى ايه؟ لابس حرير في حرير، ولبس الحرير حرام. فهمت؟ كل دي في الكلور غلط، بيربي خطأ. أخوه قاسم كان إيه في الفلكلور المصري؟ وحش. ليه؟ لأنه خد الأموال المنهوبة فخدها بطمع، إنما التاني خد من الأموال المحرمة بقناعة نفس. فيبقى علي بابا أشرف من أبو من القائد من إيه من أخوه إيه؟ قاسم. مش كده برضه؟ القصة المشهورة. إحنا عندنا قاسم غلطان خطأين، وعلي بابا خطأ واحد، والاثنين غلط، لأن المال الحرام لا يصح إنك أنت تاخذ مال منهوب ولو تأخذه بقناعة. فهم؟ دي قصة علي بابا والأربعين حرام خطأ. القصة الثانية اللي كنا برضه نتربى عليها وكل يوم نسمعها وعاملينها لنا مسلسل أدهم الشرقاوي،
ادهم الشرعاوي ده كان بيعمل ايه؟ كان يسرق من الاغنياء عشان يدي للفقراء. يبقى الغايه تبرر الوسيله عندهم، واحنا عندنا ما ينفعش اسرق واتصدق. وعلشان كده انتشر في اذهان كثير من عوام الجهل المصريين بسبب التربيه على هذا الخطا، يقول لك ايه، انا اتاجر في المخدرات ضربه واحده كده وبعدين ابني جامع واتوب. وما ينفعش، لان الجامع ده مش هيقبله الله، لان تجاره المخدرات دي تجاره حرام. يقول لك بس ايه، هي ضربه واحده واكسب كده قد 1,000,000 جنيه، ابني جامع بنص مليون واعيش انا بالنص مليون التاني واظبط. ما ينفعش يا استاذ، ما ينفعش، لان ده حرام، لان الغايه لا تبرر الوسيله. فهمت بقى؟ فلازم. وافلام كتيره طلعت واحنا اطفال صغيرين، اللي هي المراه الجميله اللي بتشتغل في الكازينو رقاصه علشان تصرف على امها المريضه اللي في البيت، عشان تنظر انها بتقوم بعمل جميل من اجل انها بتضحي بشرفها وعفتها من اجل انها تنفق على امها. فتنظر للبطله دي بنظره فيها نوع من ايه؟ من الاشفاق والاعجاب. يوم يتربى فيك معاني خطا. فهمت ازاي؟ عندنا الغايه لا تبرر الوسيله. يعني شوف بقى مبنى الغايه وتبرر الوسيله ده طلعت عليه روايات، وطلعت عليه اغاني، وطلعت عليه اشعار، وطلع عليه فلكلورات كثيره، حتى تمهد بعد كده لاتاتوركيا في تركيا على المستوى السياسي، والسادتية في مصر على مستوى أنور السادات كان يقول كده، يقول لك أنا أتحالف مع الشيطان ولو من أجل مصلحة بلدي. ورحم الله الجميع يعني، لكن أنا بقول لك الثقافة دي، الثقافة دي أثرت حتى في السياسة، أثرت حتى في تناول الناس لحياتهم العامة والخاصة. لكن عند الشرع الشريف عندنا الله طيب لا يقبل إلا طيب. شوف النبي بيقول إيه، الله طيب لا يقبل إلا طيب. فلا بد أن تكون مباحة، الوسيلة مباحة والغاية شريفة. فهمت بقى؟ فدي نقطة هامة لازم نربي أولادها عليها. يعني علشان كده الطالب يغش من أجل أن يطلع الأول، مش مهم هيطلع الأول إزاي، دي غاية شريفة. ما يهموش يطلع الأول بالغش، والغش حرام. فهمت إزاي؟ فأنت تظهر بعد كده في الامتحانات في المدارس، يغش ويطلع الأول، يدور على واسطة علشان ياخد فوق حق. مش كده برضو في الحياة العامة؟ كل دي غاية تبرر الوسيلة، كل ده خطأ. التاجر يغش في سلعته ويبيعها بأغلى الأسعار علشان يحقق أعلى ربح، الغاية تبرر الوسيلة، كل ده حرام، ما ينفعش. فشفت احنا حياتنا كلها تأثرت بالميكافيلية، وهي فكرة نشأت في أوروبا في القرن 18، وما زالت تؤثر في حياة الناس في السياسة وفي إيه؟ وفي كل شيء، على مستوى السياسة وعلى مستوى الأفراد، وعلى مستوى الجموع البشرية وعلى مستوى الأفراد. فناخد بالنا من الحكاية دي عشان ما نربيش أولاد. يعني أنت ابنك لما يجي يقول لك أنا همتحن يا بابا ومش هغش، بس يمكن لما غشتش أطلع الأخير على الفصل، واقول له اطلع الاخير على الفصل، مجراش حاجه، افرح بيك، احسن ما تغش وتطلع الاول على الفصل. تربيه على كده. ولما يجي يقول لك انا سمعتهم بيغششوا وما رضيتش اكتب اللي بيقولوه لان انا ما كنتش عارفه من نفسي، تقوم تفرح بيه وتدي له مكافاه، مش تقول له يا خيبان ليه ما كتبتهاش يا اخي. فهمت ازاي؟ ليه؟ لان التلميذ اللي هيغش يطلع بعد كده موظف غشاش. فهمت ازاي؟ لما بياخد حاجه مش حقه يطلع موظف غشاش بعد كده، ويتعتاد الغش، ويطلع برضه في الدين غشاش، بيمثل قدام الناس انه بيعبد ربنا وهو عايز دنيا وعايز مظاهر وعايز زعامه، لان خد بالك ان الناس بتخضع لاهل الدين، فهو كمنه ما عندوش حاجه الناس تخضع لها، لا هو عنده مال ولا عنده بتاع، يقوم يعمل ايه؟ اسهل يربي دقنه ويجيب جلابيه بيضه حلوه، واخد بالك ازاي؟ ويقف قدام الناس تمام التمام كأنه راجل من أهل الديانة ومن الناس تخضع له. ده بيعمل كده من أجل دنيا بقى، برضه ما ينفعش. كل ده ما ينفعش. كل ده مبني على إيه؟ على إن الأسباب لابد أن تكون شرعية. إنما الأسباب غير شرعية والمقاصد شرعية ما ينفعش. يعني ينفع أروح أسرق وأروح أحج؟ ما ينفعش. علشان كده يقول إيه؟ لا لبيك ولا سعديك، مطعمك من حرام وملبسك من حرام ومشربك من حرام،
أن يستجاب لي. شفت بقى الإسلام ربى الناس على النفوس الأبية والنفوس الشريفة لأنها بتعامل ربها، بتعامل ربها، وعشان كده ممكن تمرة بالصدقة تسبق إيه قناطير مقنطرة من الذهب. تمرة من حلال صدقة ثواب عند الله أحسن من إيه من وزنها ذهب من حرام. لا تقل كل، علشان كده خد بالك من كلام الشيخ، كلام يعني مهم. بيقول إيه؟ ويمكن الجمع بين القولين بأن نقول أن إن أن تقطع عما سوى مولاه في التعلقات القلبية والأسباب غير الأسباب الشرعية، وذلك بأن لا يبقى للقلوب تعلق إلا بمولاها في كل الأحوال، ولا تتصرف الأسباب إلا على لسان العلم. لسان العلم يعني إيه؟ على وفق الشرع الشريف. أدي معنى على لسان العلم، يعني على وفق الشرع الشريف، على لسان العلم المجمع على أنه أرفع الأحوال. يشهد لهذه الطريقة من الأثار حديث معاذ مع أبي موسى، هيجيب لك بقى دليل من الصحابة سيدنا معاذ وسيدنا إيه أبي موسى الأشعري. النبي بعتهم الاثنين قضاة في اليمن، واحد ياخد شمال اليمن يحكم فيه والتاني جنوب اليمن. كويس، سيدنا معاذ مسك شمال اليمن وسيدنا أبو موسى الأشعري مسك جنوب اليمن. بعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمان الناس دينهم، فتفرقا لتعليم الناس، واحد خد الشمال والتاني خد الجنوب كما أمر. فلما أن اجتمعوا مع بعض وقعدوا بيزوروا بعض، سأل أحدهما الآخر كيف تقرأ القرآن؟ بتعمل إيه في عباداتك؟ خايف لحسن يكون شغل في تعليم الناس شغله عن معاملة ربه فيما بينه وبين ربه، فبيتفقد أحوال أخوه. كيف تقرأ القرآن؟ فقال أبو موسى أقرأه قائما وقاعدا أو مضجعا وأتفوق تفويقا ولا أنام. يعني يقول له أنا وردي القرآني طول ما أنا فاضي أقرأ، سواء كنت فاضي واقف أقرأ واقف، فاضي وانا نايم مضطجع ارى وانا مضطجع، وما نامش اتفوق تفويقا، ما نامش الا لما اخلصه حتى ولو اغصب علي نفسي. خدت بالك؟ سيدنا معاذ قال له ايه؟ اما انا فاقوم وانام واحتسب قومتي كما احتسب نوماتي. انا بقرا متى يسر، غلب علي النوم انام شويه، وبحتسب ان نوماتي عباده وقومتي عباده. فتنازع في ذلك ولم يسلم أحدهما للآخر في الأفضلية. ما حدش قال للتاني أنت أفضل مني ولا أنا أفضل منك، لكن ده بيعمل كده وده. فلما وصل خبرهم للنبي قال إيه؟ قال إن معاذ أفقه. معاذ أفقه اللي هو بينام لما يتعب ويعبد لما ينشط. فهمت بقى؟ لده أكثر أقرب للفقه. فتنازع في ذلك ولم يسلم أحدهما للآخر في الأفضلية أو يسلم أحدهما للآخر في الأفضلية، حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى هو يعني معاذ أفقه منك، يعني عن معاذ الذي كان يقوم وينام. وقد حكي عن بعض من نسب لهذه الطريقة المباركة أنه حصل له حالة مناجاة وإفضال، يعني بعض الناس الأولياء حصلت له حالة مناجاة وإفضال. المناجاة دي اسمها المحادثة، ابن النفلي دي كتاب اسمه المحادثات، والمحادثات ده مقام بيحصل للوالي بينه وبين ربه يحدثه من خلال نفسه، يسموها المحادثات. ده غير المنازلات وغير المقامات. خد بالك، المنازلات لمنازل السائرين، المحادثات ده لابن النفلي، واخد بالك، والمقامات اللي هي في رسالة المشاهدين. فدي أحوال بيمر بها العبد، مقام ومحادثة ومنازلة. المنازلة زي ما تقول إيه؟ استراحة في طريق السفر، ليست هي المقصودة الاستراحة بس، نازل تشرب شوية شاي والعربية تستريح شوية، واخد بالك إزاي، والسواق اللي كان بيسوق لما هو مرهق ينام له ساعة عشان ينشط. اسمه إيه؟ منازل السائرين، استراحات السائرين، ليس المنزل هو المقصود. ده دي بعد الهرب. في بقى حاجة اسمها المحادثات، في أثناء المناجاة لله عز وجل أحيانا يناجيك من خلال نفسك، فتحس إن ربنا بيكلمك من خلال نفسك، تحصل حاجة اسمها المحادثات. وألف فيها ابن النفلي كتاب والمحادثات مشهور، خد بالك إزاي. فواحد من هؤلاء الناس حصلت له محادثة بينه وبين ربه ومناجاة
جميلة بينه وبين ربه في حال سلوكه إلى الله. فبيقول إيه؟ فسأل أن تدام له تلك الحال، فقال يا رب أريد أن تدوم معي هذه المحادثات. لما ذاق حلاوتها قال أنا عايز أدوم، فبيسأل ربه كده. فقيل له في المحادثة أليس أنت بشر؟ وهذه الحالة لا تمكن مع بقاء البشرية، فطالما أنت بشر لازم أردك لبشريتك، لأن أنت لو غبت في محادثتي ولذتها لتركت الطعام والشراب فهلكت، فلابد أني أردك للبشرية علشان تتزود ثم تعود للمحادثة. فهمت بقى إزاي؟ لكن إذا رجعت إلى أمرنا ونهينا لم تزل عندنا. وده الكلام ده أنا قلته في صلاة الباقي، في الصلاة الأسرية، في صلاة الباقي اللي هو إيه؟ وأن أكون فانيا في عين بقائك وبقية في عين فنائك. أنا لمحت هذا المعنى في الصلاة الأسرية. في صلاة الباقي، في الصلاة الأسرية آخرها تقول إيه؟ وأن أكون فانيا في عين إيه؟ بقائك وبقيا في عين فنائي. بقيا في عين فنائي يعني أرد للبشرية حتى أتزود لحالة أخرى من المناجاة. فهمت إزاي؟ أكون باقيا في عين فنائي وفانيا في عين بقائك. أدي هو نفس المعنى بتاع المحادثات للنفر، لخصناها كلها في الكلمة. فهمت بقى إزاي؟ لكن لو حدثك فشعرت بلذتها فلم ترد للبشرية لكان هذه هي المحادثة الأخيرة فلا ترتقي بعدها. لكن لو ردك للبشرية تتزود ثم تعود ترتقي. يبقى لما بيردك للبشرية يردك لرقيق. فهمت ازاي؟ لا لتنكس على عقبك بل لتستعد لمناجاة اخرى او محادثة اخرى والى مقام اخر والى منازلة اخرى، فتداوم المسير حتى تصل الى الحضرة فلا يقطعك. فهمت بقى المسألة؟ واما قولنا ما يعني هنا بالاهل، ما احنا قالوا ايه؟ لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق. عرفنا لنفسك حق النفس، طيب وحق الأهل؟ فيحتمل أن يكون عني به الأولاد والزوجة وكل من تلزمه نفقته شرعا، لأنه إن اشتغل بالعبادة تعذرت حقوقهم وهو المسؤول عنه. ويحتمل أن يكون عني بالأهل الزوجة، لأن من حقها على الزوج الإصابة والصيام والقيام مما يقلل ذلك الشأن، فيكون يخل بحق عليه وحمله على الأعم أولى لأنه أكبر في الفائدة. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الوقت ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.